عايز اخد منك تشكيل المتوقع للكابتن ابو الدهب في مباراه السوبر بالنسبه للنادي الاهلي. لا خليني اقول لك، يمكن النادي الاهلي يمكن بيبدا الموسم ببدايه بطوله، فاكيد النادي الاهلي عاوز ينسي الجماهير الفتره اللي فاتت ان البطوله خساره بطوله الدوري. يمكن كان عاملين احتفاليه رائعه كبيره تليق باسم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي واللعيبه، ف بالتالي يمكن الفتره اللي جايه يمكن عمل تدعيمات كبيره جدا وصفقات كبيره جدا، فاتمنى نشوف النادي الاهلي بالصفقات ديت بشكل جديد يعني. لكن انا شايف ان التشكيل النادي الاهلي مش هيخرج عن الشناوي الفتره الجايه. محمد الشناوي عامل شغل كويس جدا، اتمنى ان ايمن اشرف وياسر ابراهيم يبقى موجودين مع بعض، علي معلول. اتمنى اشوف كريم فؤاد ان هو ياخد لعيب كويس جدا عنده ثقه، حمدي فتحي والسوليه، في عندك لويس مكسوني وعندك حسين الشحات وقفشه ومحمد شريف هيبقى موجود برضو على الدكه، حسام حسن ممكن يشارك في بعض الاوقات. لا لعيب كويس جدا ولعيب هيعمل يعني شغل كويس الفتره اللي جايه. اكيد النادي الاهلي الفتره عنده لعيبه جيده جدا، فاروق عنده، ممكن بدر اكرم توفيق لو موجود هيبقى هياخد. اكرم موجود، محمد هاني موجود. لا انا اكرم توفيق وحيد موجود. خلاص انت جبت كريم فؤاد ومعندك كريم محمد هاني طبعا. عندك محمد هاني وكريم فؤاد، لان خلاص انت خلقت منافسه قويه جدا حتى في الباك اليمين، بقى عندك اتنين كويسين كريم فؤاد ومحمد هاني. اكرم توفيق ممكن يرجع ديفندر، وممكن اكرم توفيق لو لعب في الحته دي بيعملها بشكل كويس جدا، بيدافع كويس جدا والراجل مقتنع بيه في حته كويسه لانه جوكر يقدر يعمل شغل كويس فيها. عمرو السوليه يمكن عليه دور كبير محوري في ان هو بيكمل ورا الفراوده، فبيعمل مقتنع جدا بحمدي فتحي. عندك محمد يعني قفشه، عندك حسين الشحات، عندك ما تشتغلش بعمار او احمد عبد القادر في ماتش زي لا ده. طب ما انت عندك محمد فخري يعني لعيب كويس، يمكن عمل شغل كويس في الوديتين. محمد فخري لا ما هو مش موجود، مش موجود لكن كتن. ممكن تعتمد عليه لعيب كويس. لا هو مش موجود في القائمه، مش موجود في القائمه لكن هو لعيب كويس بعد كده ممكن ياخد اكيد. لكن انت عندك لعيبه دلوقتي يعني انا بتكلم على عمار واحمد عبد القادر كانوا موجودين في الماتشات الوديه، يقدر يشتغل طبعا ماتش زي اي لعيب يقدر السوبر ده معاهم. لكن هو دي وجهه نظر مدير فني فاروق، انت مطالب ب 11 لعيب يبقى موجودين، لكن الراجل لو عنده احسن من كده. لكن هو شايف انه انا شايف ان هو ممكن يبدا بالناس دي، لكن ممكن يبقى ليهم دور. احمد عبد اللي دور، عمار يبقى ليه دور، ممكن حسام حسن يبقى ليه دور. اكيد كل اللعيبه، النادي الاهلي بيلعب على بطولات كتير السنه دي، فاكيد كل اللعيبه هيبقى لها ادوار الفتره. طيب انا واحده واحده برضو معاك يا كابتن مره ثانيه. انت عايز تلعب كريم فؤاد؟ اه طبعا. انت من وجهه نظرك ياسر ابراهيم وايمن اشرف ومعلول وعندك حمدي فتحي والسوليه والسوليه. انا بقول لك على اول راجل مقتنع بحمدي فتحي والسوليه مع بعض، عشان بس احنا هنكتب على الشاشه دلوقتي وحسين الشحات كتشكيل كابتن ودا. حسين الشحات ومكسوني وقفشه وحسين الشحات ومحمد شريف. تمام ماشي، يعني ده التشكيل اللي ممكن يبدا بيه. هو ممكن مكسوني هو انت كصفقه صفقات جديده انت ممكن تحط واحد او اتنين لكن ما تنزلهمش كلهم. لا ما يعني ده وجهه نظرك مثلا؟ لا وجهه نظري يعني. انت ما ترمهمش مره واحده. لازم يعني النادي الاهلي بص دايما افرق في النادي الاهلي، سيبك من الاحتراف والطريقه الجديده، لا انت محتاج ان اللعيبه تاخد على اللعيبه، تاخد على فكر النادي الاهلي، تاخد على صح. الجو العام اللي موجود في النادي الاهلي وبعدين تبتدي تديهم، ما تعملش بقى زي ولتر بوريلا جبتهم الضل النار. طيب تسمح لي بس يعني معايا مكالمه مهمه.